السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. دا ربيز دكلي أونلاين مركز تخرج لست. دا ربيز دكلا دلندو كيسو سخا. غزال غزال ورثه. غزال مرة عطش فجاء إلى عين ماء ليشرب. يوزل غرسه تجيشو نو دا أبوث كلو لبارا دا أبوچيني تراغي. غزال غرسه مرة يوكرتي عطشة تغيشو فجاء پسراغي إلى عين ماء إلى پترف عين ماء د چين أبو چينيتا ليشرب ترثوچي أبوثكي. وكان الماء في جب عميق فنزل فيه. أو دا أبو پيوي جوري كندكوي نو دا غرسه دي چينيتا خكتشو. وكان الماء أو دا أبوي في جب عميق بجور كندكوي فنزل فيه ودا ورخكت فنزل بس ورخكت شو فيه بأمدي تشينيتا. ثم إنه لما رام على الطلوع لم يقدر كلي تش دراخته لقصد وكلو وينشو كولاي. ثم إنه لما رام كلي تش قصد وكلو على الطلوع فراختلو لم يقدر ونشو كولاي ودي ونشو تواني دلاي. فنذره الثعلب فقال له نو جدل وقتلو او وي ويل ورتا. فنذره پس وي قتلو هغا غرث الثعلب جدل اذا لم تميز طلوعك قبل نزولك. يا اخي اسأت في فعلك. اي رورا تا بد کلی پدی کار کی یعنی چنی تا دا کزیدو. يا اخي اي رورا اسأت تا بد کلی في فعلك پدغ کار کی ستا. إذ لم تميز طلوعك قبل نزولك كلا چتا دراختلو فكر ونقلو مخيدا كوزيدو سخا. إذ لم تميز كلا چدا دا تميز تا فكر تا ونقلو طلوعك دراختلو قبل نزولك مخيدا كتاكيدو يا وركوزيدو. نو بعد إنسان يو كارتا دينا مخي چي ور آغا شروع كلي بعد داغي پباراكي فكر وكلي وذي تكراره. غزال غرس. غزال مرة عطش فجاء إلى عين ماء ليشرب. وكان الماء في جب عميق فنزل فيه. ثم إنه لما رام على الطلوع لم يقدر فنذره الثعلب فقال له يا أخي أسأت في فعلك إذا لم تميز طلوعك قبل نزولك. شكرا جزيلا. ډیره مننه. هیله کوم چې ویډیو دوستان سره شیر کړئ او خپل نظر کومنٹ کې ولیکئ او یوټیوب کې چینل سبسکرایب او دا د زنګ علامه کلیک کړئ ترڅو زموږ نوي درسونه نوي کیسې تاسو ته یوټیوب چینل کې درسي. نور تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.